خلينا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر كالعادة بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، وقال إنه الجميع عنده هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معا لضبط الأسواق بأسرع وقت. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني للمشروع، واللي بيعتبر من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اللقاء الموسع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية زي السكر والحبوب والرز والقمح والطحين والمكرونة والشاي والألبان والجبن والسمن والزبدة واللحوم والزيوت، وأيضاً السلع الهندسية والإلكترونيات وممثلي كبريات السلاسل التجارية اللي بيمثلوا أكثر من 70% من حجم السوق. ولفت مدبولي لضرورة التوصل لمبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعى به خلال هذه الفترة التي نأمل تجاوزها سريعاً. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصري في التنمية، لافتاً إلى أننا تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري. فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معاً لضبط الأسواق بأسرع وقت، وأن نبدأ في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار ما بين 15% لـ 20% خلال الفترة الحالية، وأن نعلن ذلك مع العمل على الوصول لـ 30% بعد العيد. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وأيضاً إجراءات تفعيل منظومة الشحن المسبق. وأكد رئيس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية اللي بيأتي ضمن أجندة اهتمامات الدولة في الفترة الراهنة، موضحاً أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى ضرورة دفع العمل خلال الفترة الحالية للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني لمشروع حدائق الفسطاط باعتبارها من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط وفي موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، وتستهدف الدولة دخولها حيز التشغيل في أقرب وقت. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع وفد من أعضاء لجنة السبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي بيضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الاستراتيجية اللي بتجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. وأكد في الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونغرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانتشار فيروس جديد بيصيب الدواجن بالمزارع وبيتسبب في نفقها، وأنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع، مشددة على تكثيف لجان التقصي حملتها بمختلف محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها أو مسارات الطيور المهاجرة كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور من خلال سحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومي 24 و25 مارس 2024 في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.
أيضا شاركت طائرات النقل المصرية نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي.